في نساء بتقول بعد بكير، وغيرها بتقول بعد صغيرة، ومنهم يلي بيقول مجرد دعايات، ومع الأسف بالنهاية كلهم بيقولوا فات الأوان. هشاشة الإعدام مرض خطير بيضاعف عظامك وبيقدر يصيب 30% من النساء. الوقاية هي الحل. تحرك اليوم وزور الموقع bonehealtharabia.com وانضم إلنا بجمعية أنلين لصحة العظام، وخلي الحل بإيدك لأنه اليوم الوقت قدامك.